عام وأنتم بخير. عدنا مرة ثانية لدرس الوصول بالرواقي الجوي لقراءة كتاب قرة العين للإمام الحطاب المالكي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل. كنا قد توقفنا في المرة السابقة بعد أن تكلمنا على الفقه في المعنى الشرعي، وقلنا بأنه معرفة الأحكام التي طريقها اجتهاد، ووقفنا عند قوله وأن الزكاة واجبة في مال الصبي. نقول وبالله التوفيق، قال الإمام الحطاب المالكي في كتابه المسمى بقرة العين شرح ورقات إمام الحرمين في كلامه على تعريف الفقه، قال وأن الزكاة واجبة في مال الصبي، هذه من أفراد علم الفقه، وينطبق عليها حد الفقه، لأن حد الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. ولا شك أن وجوب الزكاة في مال الصبي أيضا حكم من الأحكام الشرعية توصل إليه المجتهد من خلال طريق ظني لا من خلال طريق قطعي، لأن الطريق القطعي يؤدي إلى قطعي، وأن الطريق الظني يؤدي إلى ظني، وأن الفقه كله من باب الظنون. وإن ذكر شيء في الفقه من قبيل القطعيات فإنما يذكر لا على أنه من الفقه، وإنما يذكر استطرادا. ولذلك وجدنا في أوائل أبواب الفقه مسائل قطعية مثل وجوب الصلوات الخمس. وجوب الصلوات الخمس إنما ثبت بالإجماع، وثبت بالكتاب والسنة والأدلة التي في مجملها كلها قطعية، فذكرهم لوجوب الصلوات الخمس في كتب الفقه إنما كان لا من أجل أنه فقه، ولكن من أجل أن الشيء بالشيء يذكر، وأن الفائدة يعني إن يحتاج إليها طالب العلم، وأن الموقف يتعلق به، لا لكون أن الصلوات الخمس من حيث هي من قبيل الفقه، لأنها ليست من قبيل الفقه، لأنه إذا أنكرها الإنسان بعدما عرف بها فإنه قد أنكر معلوما من الدين بالضرورة، ومن ينكر معلوما من الدين بالضرورة فقد خرج من رفقة الإسلام. فوجوب الزكاة كذلك في مجملها هكذا، لأن في أفرادها هناك أنواع من الزكوات مختلف في ثبوتها كزكاة التجارة، لكن الزكاة من حيث هي وجوبها أمر مقطوع به، ثبوتها أمر مقطوع به، وليس من قبيل الفقه، وإنما هو من قبيل ما ثبت بالضرورة. ولذلك لو أنكر منكر أن هناك في الإسلام زكاة خرج من الإسلام، لأن الزكاة ثابتة بما لا يتصور عدم ثبوته، يعني معلومة من الدين بالضرورة، لا يستطيع الإنسان بعد أن يقرأ هذه الأدلة ويفهمها ويعرفها لا يستطيع أن ينكرها، فهي معلومة من الدين، كما أن هناك الأشياء معلومة بالضرورة لا يستطيع الإنسان أن ينكرها. وليس معنى أن هي معلومة من الدين بالضرورة أنها من قبيل المعلوم من الدين بالضرورة، لا، هي مثل المعلوم من الدين بالضرورة، لأنها ثبتت بالأدلة في بدايتها. على كل حال،
وأن الزكاة واجبة في مال الصبي، وأن الزكاة أيضا غير واجبة في الحلي، في الحلي المباح. الحلي المباح، الحلي هو ما ترتديه المرأة تتزين به لزوجها، والمباح أي ليس بمحرم، لأنه قد ترتديه المرأة ولكن يصل إلى حد الصرف فيكون حليا ولكنه ليس مباحا، وإنما حلي محرم أن ترتديه المرأة لأنه قد خرج إلى حد الإسراف، وقد يكون حليا أيضا لكنه ليس مباح لأنه قد يرتديه الرجل، يلبس الرجل مثلا سلسلة من ذهب أو خاتم من ذهب وهو حلي ولكنه أيضا حرام. قال: والحلي المباح، وكذلك عدم وجوب الزكاة في حلي المرأة المباح، هذا من قبيل الفقه، لأنه لما ذكر تعريف الفقه وذكر يعني محترزات التعريف شرع يتكلم على أفراد ما يصدق عليه أنه فقه، على المسائل التي هي فقه، فمنها الزكاة واجبة في مال الصبي، أبو حنيفة لم يوجبها في مال الصبي، غير واجبة في الحلي المباح، أبو حنيفة أوجبها أعتقد في هذا، أنا أدري أنا شافعي محض يعني، أو محض شافعي، لكن يعني أبو حنيفة أوجبها في مال الصبي، الشافعي لم يوجبها في مال الصبي، أبو حنيفة أوجبها في الحلي المباح فيما أعتقد، الشافعي لم يوجبها، لكن من أوجبها جعلها فقها لأن حد الفقه يصدق عليها، ومن لم يوجبها أيضا جعلها فقها لأن حد الفقه يصدق عليها. وأن القتل هو إزهاق النفس بمثقل، يعني بما يقتل بثقله، كالصخرة، أتينا بصخرة وضربنا بها رأس إنسان فمات بسبب ثقل الصخرة، أو كان جالس ووقعت الصخرة من علم عليه فمات، يبقى ده قتل بإيه؟ بمثقل. يوجب القصاص، يوجب يعني سبب، يوجب يعني يتسبب، يوجب القصاص قياسا على القتل بمحدد، بجامع أن كلا منهما قتل عمد عدوان، قتل بالمثقل يعني ما يقتل بسبب ثقله، كقتله بمحدد وهو ما يقتل بحده كالسكين. نحن خرجنا من العيد، أرأيتم يعني الخراف والأبقار والمعز وهي تذبح بمحدد يقطع رقبتها هكذا، والطلبة الوافدين بسم الله ما شاء الله شهدوا أضحيات كثيرة، فالقتل ده اسمه قتل بإيه؟ بمحدد، يعني يقتله بحده كآلة السيف أو السكين، لو أتينا بإنسان وقطعنا رقبته هكذا وجب القصاص، لكنه وجب القصاص لأنه قد أزهق روحه بسبب آلة حادة تزهق الروح. فالقتل بمثقل مقيس على القتل بمحدد بجامع القتل العمد العدوان، ولكن أيا كان الدليل هل هذا من قبيل الفقه أم لا؟ نعم هو من قبيل مسائل الفقه، لأن حد الفقه يصدق عليه، حيث إنه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، وهذا أيضا طريقه الاجتهاد، ونحو ذلك من المسائل، يعني ومثل هذا مسائل كثيرة أيضا تدخل في باب الفقه، ومسائل الفقه فياضة لا نهاية لها، لأنها تعتمد الوقائع وتعتمد الأفعال البشرية، والأفعال البشرية واللادة لا تنتهي. من المسائل، مسائل جمع مسألة
والمسألة هي التي يبرهن عليها في العلم بالدليل، يعني يقام عليها الدليل في العلم. الخلافية، الخلافية يعني بين المذاهب، يعني من شأنها أن تختلف فيها أنظار المجتهدين. نظرا لأن الدليل التي بنيت عليه أيضا دليل من شأنه أن يختلف الناس في اعتباره وفي استفادة الأحكام منه، بخلاف ما ليس طريقه الاجتهاد. يعني أن ما ليس طريقه الاجتهاد ليس من قبيل الفقه، وإنما ذكر في كتب الفقه استطرادا، لأن الاستطراد هو ذكر الشيء في غير محله لعلاقة، ده هو الايه؟ الاستطراد، ذكر الشيء في غير محله او محله لعلاقة. يعني انا بتكلم على ما طريقه الاجتهاد، ثم ذكرنا ما ليس طريقه الاجتهاد، يبقى ذكرنا الشيء في غير محله. ولكن لماذا ذكرناه في هذا المكان؟ لأنه ارتباط بما ثبت بسبب الاجتهاد، يبقى ده اسمه ايه؟ استطراد. لما ذكرنا الفرع بعد ذكرنا للأصل كما يقول الشيخ هنا مخالفا للإمام الرملي، كان ذلك استطرادا، لأن ليس هذا محله، محل الكلام إنما نتكلم على الفقه والأصول. مش احنا بنقول أصول الفقه مركب إضافي، أصول الفقه الأصل وعلى الفقه، فين بقى الفرع؟ قال له لا، ده الفرع هنا ملوش ذكر. طيب، كلام في مثل هذا. قال: وبخلاف ما ليس طريقه الاجتهاد، يعني ليس طريق استفادته الاجتهاد. الفقه طريقة استفادته الاجتهاد في الأدلة، ينظر المجتهد ويبحث بما معه من أدوات، ثم بعدما يفعل هذا يتحصل على النتيجة. يبقى ده اسمه ايه؟ ده اسمه اجتهاد. الاجتهاد هو بذل الوسع والطاقة لتحصيل ظن، يعني للحصول على ظن بحكم شرعي. طب الظن ده أين يأخذه المجتهد؟ يأخذه من الأدلة، لأن الأدلة يستنبط منها ويستفاد منها ذلك الظن. كالعلم بأن الصلوات الخمسة واجبة، كالعلم. لأن احنا كنا بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على المعرفة. المعرفة اللي هي ايه؟ اللي هي العلم. العلم اللي هو ايه؟ اللي هو في تعريف الفقه الظن القوي القريب من اليقين، الذي أطلق عليه علم لأنه لقوته كأنه قارب أن يكون علما، فلذلك أطلق عليه العلم من باب يعني المجاز. يقول لك مثلا الإنسان، يقولون للإنسان الذي كان مريضا ويعني تهيأ للشفاء أنت صحيح لأنه قريب، صح كده؟ يقول لك والله إحنا وصلنا هنا القاهرة وانت لسه بينك وبين القاهرة 50 كيلو لأنك قاربت على الوصول. مش بيقولوا كده؟ وقالت لك كده انت في كتب الفقه. فالصلوات الخمس وثبوتها ليس من قبيل الأدلة الظنية، لا، ده ثبت بالإجماع. والإجماع ده يعني كان أصله الكتاب والسنة إلى آخره، لأن الإجماع يحفظ لنا الدين.
ولولا الإجماع لقال في الدين من شاء كيفما شاء، بعد حصن الدين القويم خرجنا وخرقنا الإجماع وهدمنا الإجماع، انهدم الدين جملة واحدة. فإياكم إياكم أن تقتحموا حرمة الإجماع، وأن الزنا محرم، لأن حرمة الزنا لم تثبت بأدلة ظنية، وإنما ثبتت بأدلة إيه؟ بأدلة قطعية، الإجماع المستند إلى النصوص القرآنية مع النصوص النبوية. فما يجيش حد يقول لك والله إحنا هنجتهد اجتهاد جديد وننظر في الأدلة وممكن تلاقي إن الزنا مش حرام، تقول له اخسأ يا فاسق، لأن الإجماع قد أغلق الباب على الاجتهاد، وأن المجتهد متى وجد في المسألة إجماعا وجب عليه أن يتوقف ولا ينظر مرة ثانية، خلاص خلص. شو والله أصلا في بعض الهبل، والهبل دولت يعني جمع أهبل، والأهبل هو الشخص الذي لا يدرك كوعه من بوعه، ما يعرفش فين الكوع ومن فين البوع، ولا يفرق بين الأنف والفم، ولا يفرق بين يعني السماء والأرض. يقول لك والله إحنا نضع مفهوم جديد للزنا ونجتهد بقى جديد، أصله هو يعني علته اختلاط الأنساب، فلو هو باشر علاقة مع امرأة وهذه المرأة يعني لبس واق ذكري يعني لم تختلط الأنساب وهذه المرأة لا تحمل، أو رأى عقيم أو يا رب إيه الجمال ده؟ ما هو أصل اللي ما يفهمش مادة أصول الفقه دي ممكن يدلس عليه، فيجي الراجل وهو بيتكلم بالكلام كده كالشيطان الرجيم عندما برر عدم سجوده لآدم بأنه خير من آدم، آدم قد خلق من طين وهو قد خلق من نار، وأن النار خير من الطين، فكيف يسجد الأفضل للمفضول؟ ده قياس شيطان، وما أكثر الشياطين في هذا العصر. قل والله ده اختلاط الأنساب يا إنسان في صورة حيوان أو حيوان في صورة إنسان، بس مش حيوان ناطق، أنت حيوان متحرك بالإرادة. ده مسألة يعني اختلاط الأنساب دي حكمة وليست علة. رقم اثنين، الإجماع قد قام على تحريم الزنا في كل صوره وعلى تحريم مقدماته، وليس بعد الإجماع قول، وليس بعد الإجماع بحث. ولذلك نحمد الله سبحانه وتعالى أن جعل في هذا الدين حماية له، أن جعل لهذا الدين حماية له وهو الإجماع، لأن هذه الدعوات ستنطلق في هذه الأيام، بدأت هواجسها ثم بعد ذلك تكاد تستفحل مع السوشيال ميديا وإلى آخره. فينبغي أن نتحصن بالمصطلحات الشرعية وأن يعني نجعل الإجماع في ظهر هؤلاء الفسقة الذين يريدون أن يتلاعبوا بدين الله، كما أرادوا أن يتلاعبوا مثلا بأن الحجاب ليس واجبا على المرأة، للمرأة أن تخرج سافرة شعرها وقدميها وتخرج كده يعني تخرج كما شاءت، وقالوا أصل الأدلة ومش الأدلة، وبدأوا يلعبون بطريقة غريبة. لهم أهل لغة والله، ولهم أهل اجتهاد، ولهم أهل أي حاجة، دول أهل جنان، وهؤلاء يجب على القائم على الأمر أن يجعلهم في مصحات نفسية أو أن يدخلهم مصحات عقلية. أنت مش متخصص، يعني عندما نأتي بإنسان، هذا الإنسان ليس طبيبا وليس جراحا،
له ان يجري العمليات الجراحيه. وبدا يفتح مركز كده ويسميه مركز الجراحات الهوائيه مثلا. يعني في احترافيه وفي هوائيه، هو معه شهادات وعايز يفتح البطن للناس ويبدا يتعالج. ده الناس هتروح له؟ ده الناس هتسال عنه؟ طب ده هيصرح له بانه هو يقيم مثل هذه المراكز؟ لا. طيب دي اشكاليه. طيب على كده فلو ان الزنا محرم، طبعا حرام وحرمته قد ثبتت بالاجماع، ولكن له ليس في القلب. والاحكام الاعتقاديه يعني والنسب المنسوبه للاعتقاد، لان الاحكام جمع حكم، والحكم هو ثبوت امر لامر او نفيه عنه. يبقى الاحكام معناها ايه؟ معناها النسب المتعلقه بالاعتقاد. كالعلم بالله سبحانه، يعني كالعلم بوجود الله وبما يجب له وما يمتنع عليه وما يستحيل وما إلى آخر. قال كالعلم بالله تعالى سبحانه وتعالى وصفاته، وكذلك العلم بصفات الله ونحو ذلك. فكل هذا وإن كان معرفة للأحكام وهي أحكام شرعية اعتقادية، لكن ليس طريقها الاجتهاد، وإنما طريقها الأدلة التي تفيدنا القطع لا التي تفيدنا الظن. فلا يسمى معرفة ذلك، ذلك إشارة إلى ما سبق، فقها. لماذا؟ ما مش علم ومتعلق بالأحكام والشرعية، نعم، ولكن ليس طريقه الاجتهاد، يعني ليس طريقه ما يفيد الظن، وإنما طريقه ما يفيد القطع. فلا يسمى معرفة ذلك فقها، لأن معرفة ذلك يشترك فيها العام والخاص. كل الناس عارفاها، كل المسلمين عارفينها، ولا دي حاجه، ده معلوم من الدين بالضروره. هو في مش حد مش عارف يعني ان الزنا حرام؟ في حد مش عارف يعني ان الحجاب فريضه؟ في حد مش عارف ان الصلاه الخمس واجبه؟ وهكذا. فالجميع يشترك في العلم بها، ولا يستطيع بعد ان يعلمها ان يدفعها عن نفسه ولا ان يتشكك في ثبوتها. فالفقه بهذا التعريف لا يتناول إلا علم المجتهد، لا يتناول إلا علم المجتهد، لأنه هو الذي يصدق عليه هذا، هو معرفة الأحكام التي طريقها الاجتهاد. وده أخصر من تعريف الإمام البيضاوي، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. فالفقه هي الفائدة بتاعت إيه؟ والله الفائدة ديت فائدة فصيحة. إذا أردت أن تعرف ما يصدق عليه الفقه، فإن الفقه بهذا التعريف لا يتناول إلا علم المجتهد. يعني إذا أردت أن تعرف ما الذي يتناوله الفقه، فأقول لك الفقه بهذا التعريف لا يتناول إلا علم المجتهد. فالفقه بهذا التعريف اللي هو يا مشايخ واحدة واحدة كده، واحدة واحدة مع بعض، اللي هو معرفة الأحكام التي طريقها الاجتهاد، لا يتناول يعني لا يشمل ولا يصدق إلا على علم المجتهد. يعني الوحيد الذي يسمى علمه فقها هو المجتهد، وأما المقلد وما يعرفه فلا يسمى علمه فقها. ماذا هيتسمى إيه؟ هيتسمى علم، هيتسمى تقليد، لكن مش هيتسمى فقه.
ليه؟ لأنه لم يصدق عليه حد أثر، وإن كان علم وعلم من أحكام الشرعية، لكن ليس طريقه الاجتهاد، إنما طريقه إيه؟ طريقه إن أنت أخذت من الدليل الكلي. مين هو الدليل الكلي؟ الدليل الكلي بالنسبة للمقلد المجتهد. يعني الدليل الكلي بالنسبة لنا هو إمامنا الإمام الشافعي، فإن تعلمنا فقهه وعلمه كان ذلك تقليدا ولم يكن ذلك فقه. يعني الذي نقرأه هذا بهذا التعريف ليس فقه. حضرتك أصبحت الآن عالم من علماء الفقه، عالم من علماء الفقه، بس ما انتش فقيه، ولا يصدق عليك على علمك أن هذا العلم علم فقه. ده مصطلح كده يعني ليس واردا على هذا التعريف، وإنما واردا على التوسع. فالفقه بهذا التعريف لا يتناول إلا علم المجتهد ولا يضره. في بقى إشكاليات على هذا، وهي أنك إذا قلت أوقفت هذا البستان أو هذا العقار على الفقهاء، ما يدخل في الوقف من ليس فقيها، مش المجتهد اللي هيخش، ده اللي هيخش المجتهد والمقلد وكل من اشتغل بعلم الفقه. قالوا ما هو ده مش مبني، اللي هو الوقف، مسألة الوقف دي ليست مبنية على هذا التعريف، إنما مبنية على العرف. الواقف توسع في إطلاق الفقهاء، فأطلق الفقهاء وأراد بها كل من اشتغل بالفقه سواء كان مقلداً أو مجتهداً. يبقى انتبه أن هناك فرق بين الإطلاقات العرفية والإطلاقات الشرعية. في الأوقاف يعتمد الإطلاقات العرفية لأن نراجع إلى رغبة الواقف، إلى إرادة الواقف. الواقف عندما أطلق أراد أن يدخل في هذا الوقف كل من اشتغل بعلم الفقه، ولذلك أنا وإنت ندخل في الوقف، ولو كان سيدنا الإمام الشافعي موجود كان داخل في الوقف. بس الإمام الشافعي أطلق عليه أنه فقيه ومن الفقهاء لأن علمه يصدق عليه أنه فقه، وأما علمي أنا وعلمك أنت من باب أولى، لا يسمى فقها وإنما يسمى إيه؟ أي يسمى تقليد. طب ولماذا دخلنا في الوقف حينئذ؟ لأن الوقف حصل فيه توسع في المفهوم. كلمة فقهاء أطلقت على المجتهد وعلى غير المجتهد في هذا الموطن، والذي جعلنا نقول هذا إن الأوقاف مبنية على العرف، وإن العرف قد توسع في الاستعمال وأطلق الفقهاء على كل من اشتغل بالفقه ولو اشتغل بثلاثة مسائل، ولذلك لا يضر في ذلك عدم اختصاص الوقف على الفقهاء بالمجتهدين. أنه كان مفروض لما يقول الواقف أوقفت هذا البناء أو هذا البستان على الفقهاء يصدق على الفقهاء، ده الفقهاء جمع فقيه، والفقيه هو الشخص الذي علم الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. فكان مفترض لا يدخل في الوقف إلا من يصدق عليه بهذا المصطلح أنه فقيه، كان مفترض هذا، لكنه خالف هذا المفترض لأنه قد حصل بالاستعمال العرفي توسعة لهذا المفهوم. والسعوب إيه؟ يعني أطلقوا الفقهاء على كل من اشتغل بالفقه، فنظر في الوقف إلى استعمال الفقهاء ولم ينظر في الوقف إلى المصطلحات الشرعية، وهو أن
الفقيه هو من علم الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية. ده حاجة وده حاجة. ولذلك قال ولا يضر في ذلك، ذلك اللي هو إيه؟ اللي هو أن علم المجتهد هو الذي يطلق عليه أنه فقه فقط، ولا يسمى علم غير المجتهد فقه. ولا يضر في ذلك عدم اختصاص الوقف على الفقهاء بالمجتهدين. يعني لو قال أوقفت هذه العمارة على الفقهاء هيدخل فيها مين يا مشايخ؟ لو هنبص لو نظرنا إلى التعريف لن يدخل فيه إلا المجتهدون، ولو نظرنا إلى إرادة الواقف وإلى المصطلح الشائع هيدخل فيها كل من اشتغل بعلم الفقه. طب لماذا لم نقصر هذه العبارة وهي أوقفت على الفقهاء على المجتهدين؟ لأن علمهم هو الذي يسمى فقها، وأما علم المقلد فلا يسمى فقها. قال مع النظر في هذا إلى العرف إلى إرادة الواقف، والواقف قد وسع المفهوم، يعني وسع مفهوم الفقهاء وأراد به كل من اشتغل بعلم الفقه. طيب لأن المرجع في ذلك العرف. عرف المستعمل. وهذا اصطلاح خاص. اللي هو إيه؟ اللي هو الذي يجعل الفقه مقصور فقط على علم المجتهد. ده اصطلاح خاص. وأما الاصطلاح الآخر الذي هو من قبيل عرف العامة أن الفقه واسع يشمل كل من اشتغل به، فكل علم أو كل شخص اشتغل بمسألة ثلاثة مسائل من مسائل علم الفقه صار فقيها عند الناس. فلما أنا آتي وأوقف أنا أردت بالفقهاء مين؟ كل من اشتغل بعلم الفقه. يعني حضراتكم كلكم لما تحضروا درس متن أبي شجاع بكرة، وإحنا هندي أكثر إن شاء الله من ثلاثة مسائل، كلكم بقيتوا فقهاء بهذا المصطلح، لأنكم اشتغلتم بالفقه. لكن فقهاء يعني مجتهدين؟ لا. طب علمنا ده يطلق عليه إنه هو فقه على المصطلح؟ لا. طب وفي عرف الناس يطلق عليه إنه هو فقه؟ طب والوقف مبني على المصطلح الخاص ولا مبني على أعراف الناس؟ مبني على أعراف الناس. طيب والمراد بالمعرفة هنا المعرفة المأخوذة في التعريف معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. العلم بمعنى الظن، لأن العلم ده عبارة عن إيه يا أولاد؟ إدراك جازم مطابق للواقع عن دليل. هكذا عرفه الإمام الرازي. الكذب اعتقاد جازم مطابق للواقع عن دليل، جازم ومطابق للواقع وعن دليل، هو ده كده العلم. طب والمعرفة؟ المعرفة والعلم سيان، مش عايزين لا نريد أن ندخل في أبواب المفصلين بين العلم وبين المعرفة، لأننا قد تكلمنا عنها في محاضرة سالفة. لكن قال إنه هو هنا أطلق العلم الذي هو اعتقاد جازم مطابق للواقع عن دليل على الظن. شو الظن؟ قال تصديق راجح. كان شيخنا رضي الله عنه يقول عبارة لطيفة، يقول لك إدراك الطرف الراجح يسمى ظنا،
ابن قاسم العبادي في الشرح الكبير على الورقات يقول: الظن هو التصديق الراجح. ليه؟ لأن ده من قبيل القضايا. الظن ده من قبيل الايه؟ القضايا، يعني الجمل التامة التي يصل فيها القلب إلى حد أن يغلب وجودها على عدمها أو عدمها على وجودها، يعني كأنه يغلب أحد الطرفين على بعض. ولذلك قال هو تصديق راجح. يا راجح يبقى فيها مشايخ في طرف تاني، في احتمال آخر. طب والعلم؟ العلم لا احتمال فيه، هو طرف واحد. وهذا الطرف اعتقاد جازم مطابق للواقع عن دليل. فهو الفقه ده من قبيل الرأي الواحد؟ لا، ليس كذلك. ده طرفين، الرأيك وهناك رأي آخر. رأي الشافعي قدامه رأي مين؟ رأي أبو حنيفة. طب والعلم هنا أريد به الظن، لم يرد به حقيقته. وأطلقت المعرفة. طيب السؤال بقى اللي احنا برضك يعني أيضا نحاول أيضا أن نسأل: لماذا أطلقت العلم على الظن؟ احنا عايزين نعرف، ولماذا لم تأتي بالظن ابتداء هكذا وتقول هو التصديق الراجح بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلة التفصيل، وتخلصنا بقى من المجاز بتاعك ده. قال له خلي بالك، هو إن كان التصديق راجح إلا إنه هو نظرا لأنه قوي جدا والمجتهد بعد أن يحصل عليه ويتوصل إليه يقطع به القلب، فصار نظرا لجسم المجتهد به بعد حصوله صار كأنه علم. يبقى كأنه قريب من العلم، يعني بقي عليه دقيقة ويصبح علم، كأنه كده. وأطلقت المعرفة التي هي بمعنى العلم على الظن. يبقى أطلق المعرفة، يبقى في الظاهر معرفة الأحكام، ولما نفتح المعرفة هنجد جواها إيه؟ نجد جواها ظن. يبقى المعرفة من بره غلاف، نفتح المعرفة من جوه نجد إن جواها إيه؟ ظن. يبقى هو أطلق المعرفة التي بمعنى العلم على الظن. يبقى اللفظ علم، اللفظ معرفة، ولكن المعنى ظن. قال: لأن المراد بذلك ظن المجتهد. المراد بهذا المعرفة التي هي بمعنى العلم ظن، ولكن ليس ظن أي أحد، إنما هو ظن المجتهد. المجتهد يا أولاد حتى يصل إلى ما وصل إليه يبذل قصارى جهده ومنتهى إمكانياته وآخر طاقاته حتى يصل إلى ذلك الحكم الشرعي. فإذا وصل ليس هناك بعد ذلك قدرة. عارفين زي ايه؟ المجتهد لما بيبحث كشخص يحمل حملا ثقيلا إلى مسافة معينة، فإذا وصل إلى نهاية المسافة لا يستطيع بعد نهاية المسافة أن يحمل هذا الحمل بعد ذلك، لأن قوته انتهت. فالمجتهد هكذا يبذل كل ما لديه حتى إذا وصل إلى الحكم ليس هناك جهد آخر.
وليست هناك طاقة أخرى تبذل. يعني جاب آخر ما عنده، بيسموه عندنا المصريين إيه؟ هذا المعنى الذي شرحته لكم، جاب يعني أخرج كل ما عنده، ما عندوش حاجة تانية، مش هيقدر يقول لك أكثر من هذا. يبقى بعد هذا الجهد الجهيد قلبه بيقطع بما توصل إليه، وبعد قطع قلبه بما توصل إليه صار كأنه علم، لأنه ما فيش بعد كده تاني، ليست هناك قدرة ولا إمكانيات أن ينظر في الأدلة، لأنه لو نظر سأصل إلى ما وصل إليه أولا. هذا يعني الشأن فيه هذا. الذي هو لقوته، هو اللي هو ظن المجتهد بسبب أنه قوي جدا جدا، قريب من العلم، يعني نمط أهل زماننا، يعني تصديق راجح، حط جنبه كده من 85% ل 99%. العلم كام؟ كان مشيخنا يقول لك كده العلم 100%. طب ما بين 85 ل 100 نسبة قد إيه؟ 15 درجة. يعني إيه؟ يعني أنت حضرتك لما بتجيب جيد جدا، مش بتبقى قريبة من الامتياز؟ ويقولون عنك إنك متفوق، يقول لك ده حصل على جيد جدا، يبقى جيد جدا قريبة من الامتياز، فتفرح بها كأنك قد حصلت على الامتياز، لأنها لقربانها من الامتياز صارت كأنها امتياز. يا سلام، إيه ده؟ ده أنت بتجيب أساليب جديدة في الشرح. أساليب جديدة بتلوح. إن شاء الله كلكم جيد جدا أو امتياز. يبقى أطلق على العلم، المعرفة التي هي بمعنى العلم، ظن، لأنه يعني الظن قريب من العلم. فهمنا كده؟ وإحنا ضربناها بأمثلة لطيفة يعني. طيب، يبقى إحنا هنا تكلمنا على المعرفة. بعد كده عندنا قيد اسمه الأحكام الشرعية. قيد الأحكام الشرعية خرج به إيه؟ غير الأحكام الشرعية. وأنت تقرأ في أصول الفقه في حاجة جميلة جدا، كل عبارة في أصول الفقه وكل جملة وكل كلمة لها ضوابطها. يقول لك معرفة، إيه اللي دخل بمعرفة وإيه اللي خرج بيها؟ فهنا بيقول لك إيه؟ المعرفة خرج بيها العلم، لأن المعرفة هنا معناها الظن، يبقى خرج بيها العلم. زي إيه كده أهو؟ زي الزنا محرم، وزي الصلوات الخمس، وزي أشياء من القطعيات الكثيرة. وبعد كده يقول لك طيب الأحكام الشرعية خرج بيها إيه؟ معرفة أو الترجيح أو التصديق الراجح المتعلق بالأحكام الشرعية. طب هي الأحكام مش في شرعية وفي عقلية وفي لغوية وفي حسية وفي يبقى خرج به الأحكام الشرعية ما عداها كالأحكام العقلية. شرعية لأن الشرع هو الذي أنشأها، عقلية يعني لا تتوقف على ورود شرع حتى لو ما أتاش الشرع. معلوم كالواحد نصف الاثنين، هو الواحد نصف الاثنين لم يكن معلوما حتى جاء الشرع وأثبت. ما فيش حاجة في القرآن ولا في السنة بتقول الواحد نصف الاثنين، إنما هذه أحكام عقلية يعني استفدناها من خلال العقل المحض. الواحد نصف الاثنين. ليه؟ لأن الاثنين يعني ينقسمان إلى واحد وواحد، وأصبح ده نصف يعني 50% منه. استفدناها منين؟ من العقل. نظرنا في الطرفين
وأنشأنا ونظرنا في العلاقة بينهما، والعقل هو الذي قضى بذلك، والحسية يعني المنسوبة إلى الحس، والحواس هي الحواس الظاهرة، حاسة الشم، حاسة اللمس، حاسة الذوق، حاسة السماع، حاسة الرؤية، يسموها الحواس الخمس الظاهرة، لأنني عندي أيضا حواس باطنة، في خلاف بين أهل السنة وبين الفلاسفة في ثبوتها. كالعلم بأن النار محرقة، لو وضعت يدك في النار هتعمل فيك ايه النار؟ هتلسعك. يبقى النار ايه؟ حطيت ايدي فيها لسعت خلاص. من اول واول مره قلت هذه النار محرقه، يبقى ده حكم ايه؟ منسوب الى الحس، لان لما وضعنا اليد فيها احرقتها بلهيبها، فاستفدنا ان النار هذه النار محرقه. ثم مرة ثانية يعني أردنا أن نضع أيدينا فيها فقلنا لا، لا نريد أن نضع أيدينا لأن النار محرقة، لكن في أول مرة استفدناها بالحس، في المرات التي بعد ذلك استفدناها بالإيه؟ بالعادة، والعادة تثبت بمرة واحدة. والمراد بالأحكام، عندي طبعا أحكام لغوية، وإحنا لما تكلمنا في المرة السابقة شرحنا شيئا من هذا. والمراد بالأحكام في قوله معرفة الأحكام، الألف واللام هن، قالوا بأنها للاستغراق. يعني إيه استغراق؟ يعني أنها تشمل وتتناول كل الأفراد، كل أفراد الأحكام الشرعية. يعني لو في عندنا في الفقه مليار مسألة تشمل المليار مسألة، سؤال، هو في فقيه كل مسائل الفقه مستحضرة في ذهنه؟ لا، يعني أمال يعني تبقى كيف تكون الأحكام الألف فيها للألف واللام وتشمل كل الأحكام وكل المسائل الفقهية؟ قالوا ما هو خلي بالك إن الألف هنا صح شاملة لكل الأحكام، والمجتهد عنده قدرة، وليست قدرة حالية وإنما قدرة مآلية على إدراك كل الأحكام، فالألف واللام فيه للاستغراق. والمراد بمعرفة جميع ذلك التهيؤ لذلك. بس يعني التهيؤ يعني لديه الملكة ولديه الصناعة الباطنية التي لو نظر وتأمل وبحث لوصل إلى النتيجة. أنا معايا ألم أهو، حد يقدر يقول إن الألم ده ما بيكتبش وهو مليان؟ محدش يقول، لكن لما باخد الألم وأكتب بيه بيتحول إلى إنتاج على الورق، نتاج على الورق، صح ولا لا؟ يبقى أنا عندي أهو عندي ملكة، ملكة الكتابة، أستطيع أن أكتب ما أشاء وما أريد. يبقى أنا مهيأ للكتابة أم لا؟ مهيأ للكتابة، ولذلك أقول لك أستطيع أن أكتب لك أي شيء. لماذا؟ لأن عندي الملكة التي تكتب. كذلك الفقيه هو عالم اللي بكل الأحكام الشرعية، لأنه عنده الملكة التي من خلالها يتوصل إلى العلم بالأحكام الشرعية. وإذا قلنا بأن المراد هو التهيؤ لمعرفة جميع الأحكام، فهذا لا ينافي قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من أعظم الفقهاء المجتهدين. شوف بقى الأدب مع العلماء، يقول لك ما قالش وهو أعظم، قال لك من أعظم حتى لا يحصر الأعظمية فيه، قال لك ده من، يعني في هناك تاني غيره في الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه،
في الإمام أبو حنيفة، في المدرسة، مدرسة كل واحد من هؤلاء. قال وهو من أعظم الفقهاء المجتهدين، ده تأكيد، في 32، في 32 مسألة من 48. خلي بالك إن الروايات فيها مختلفة، اللي ذكر إن هما 48 مسألة ابن عبد البر في التمهيد، والكلام ده نبع عليه ابن قاسم العبادي في الشرح الكبير. من 48 مسألة سئل عنها، لا أدري، شو بقى الإيمان والورع والتقوى؟ إذا سئل قال إيه؟ لا أعلم. أما الآن فأنصف طلبة العلم يستحق أن يقول لا أعلم. فيعني طالب العلم يقترب سيدنا الإمام مالك. المسألة التي لا تعرفها إذا سئلت عنها أصمت، ما تقولش والله يعني يطلع كده الطالب الأزهري ما عرفش حاجة وماله، ما يعرفش حاجة أصلا وماله ما يعرفش حاجة، بس إذا قلت لا أعلم فقد أفتيت، وقد يعني اتقيت النار في مثل هذا. طيب اقتدوا أخواننا بالإمام مالك لأنه متهيئ للعلم بأحكامها بمعاودة النظر، لأنه متهيئ يعني إيه؟ يعني قادر. كأن حضرتك دلوقتي مش ماسك القلم وما بتكتبش، هل يمكن أحد أنك كاتب؟ لا، بس أنا كاتب بالإيه؟ بالقوة، مش كاتب بالفعل. فالإمام مالك عالم بالأحكام بالقوة مش بالفعل، بالفعل يعني حاضرة عند السؤال عنها، بالقوة يعني لديه ملكة يستطيع من خلال هذه الملكة بمعاودة النظر في الأدلة التي يستفاد منها الأحكام إلى أن يتوصل إلى الحكم الشرعي. قال لأنه متهيئ للعلم بأحكامها بمعاودة النظر. النظر في إيه؟ مش النظر في السماء والأرض، النظر في الأدلة التي يتوصل من خلالها إلى الأحكام الشرعية. هينظر في الكتاب، هينظر في سنة رسول الله، هينظر في الأدلة التي اعتمدها أدلة، هينظر في عمل أهل المدينة، هينظر في قول الصحابي، هينظر في سد الذرائع، كل الأدلة التي تنتج عنده الأحكام. وإطلاق العلم على مثل هذا التهيئ، يعني العلم يطلق وتراد به الملكات، تراد به التهيئات. يقول لك والله ده يعني عالم، وهو الآن ليس مستحضرا للمسألة التي يسأل عنه، لكنه عنده ملكة وعنده يعني صفة راسخة في النفس يتوصل من خلالها إلى العلم. وإطلاق العلم على مثل هذا التهيؤ، يعني إطلاق العلم على الملكات، العلم يطلق ويراد به يا مشايخ الملكات، الملكة اللي هي إيه؟ اللي هو التهيؤ الداخلي، يعني الصلاحية الداخلية لاستنباط الأحكام الشرعية. عبارة أحسن يعني حتى من عبارة الشيخ الحطاب، إن شئت قلت، اسمها يا مشايخ ها؟ لا إلا بيها نسيته. يقول لك وإطلاق العلم على مثل هذا التهيؤ شائع عرفا، في العرف يعني في عرف العلماء يطلقون العلم ويريدون به الملكات والتهيؤات والصلاحية الداخلية للتوصل إلى جزئيات ذلك العلم. يقول لك فلان عالم بالنحو، وإن لم يكن الآن لو سئل عن مسألة في النحو ها يقول لا أعلم. ما زي عالم بالنحو؟ لأنه لو رجع إلى مصادره يستطيع أن يتوصل إلى إجابة عن تلك المعلومة. يقول لك فلان عالم بمذهب الإمام الشافعي، ولو سألته في مسألة الآن يقول لك تنتظرني أذهب إلى الكتاب المعتمد عندي لأن أنا ضبطه وأطلع لك المسألة. أنت قادر، عندك آلية للبحث. يطلق العلم على آليات البحث اللي احنا بنقولها في مصطلح العصر الحديث إيه؟ آليات البحث.
فلان يعلم النحو، ولا نريد أن فلان يعلم كل مسائل النحو، بل نريد أنه لديه ملكة ولديه صلاحية داخلية نفسية يستطيع من خلالها إذا نظر في الكتب المعتمدة أن يتوصل إلى مسائل وجزئيات علم النحو. ثم قال: ثم بين الأحكام المرادة. تقول الفقه، أنتم تقولون الفقه العلم بالأحكام الشرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية، أو على تعريف سيدنا الشيخ هنا بيقول إيه؟ معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. الأحكام هي الأحكام يا مولانا، قالوا الأحكام أفرادها الواجب والمندوب والمباح والمحظور والصحيح والباطل. الله، شايف الكتاب سلسلة ماسك في بعض. يبقى هنا ذكر الأحكام لأنه يريد أن يعرفك أن الأحكام المرادة في تعريف الفقه هي هذه الأحكام السبع. وكأن سائلا سأله وقال: وما هذه الأحكام؟ قال له: إذا أردت أن تعرف فأقول لك الأحكام هي الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. ثم بيّن الأحكام المرادة يعني المعنية في قوله الأحكام الشرعية، فقال: بس خلي بالك مش دي الأحكام، دي متعلقات الأحكام. ليه؟ لأن الواجب ده هو فعل المكلف الذي تعلق بالخطاب الشرعي، لأن الإجاب هو خطاب الله الطالب للفعل طلبا جازما، ده الإجاب. طب والواجب؟ الواجب اللي هو فعل المكلف الذي تعلق بذلك الخطاب. مش احنا بنقول الإجاب هو خطاب الله الذي تعلق الذي طلب الفعل طلبا جازما؟ يبقى الإجاب هو الخطاب. طب والواجب؟ الواجب هو الفعل الذي تعلق بالخطاب. فعندي الصلاة اللي احنا لسه مصليينها دي ايه؟ ده واجب، لأنها تعلقت بإيه؟ تعلقت بالخطاب الذي طلبها طلبا جازما. يبقى الإجاب والواجب الاثنين دول بنقول عليهم متحدان ذاتا مختلفان اعتبارا، لأن ده فعل المكلف الذي تعلق بالخطاب، وهذا الخطاب الذي يعني طلب هذا الفعل طلبا جازما. طيب قال: والأحكام سبعة. الأحكام هنا تكتب وتقول فوق كده ايه؟ متعلقات الأحكام سبعة، لأن السبعة دي هي متعلقات الأحكام مش هي الأحكام نفسها. الواجب، وسأتي تعريف الواجب. الواجب اللي هو ايه؟ فعل المكلف الذي تعلق بالخطاب الطالب لهذا طلبا جازما. والمندوب تعلق بالندب. ايش هو الندب؟ اللي هو الخطاب الطالب للفعل طلبا غير جازم. طوي المباح، المباح ده فعل المكلف الذي تعلق بالإباحة. طب وإيش هي الإباحة؟ خطاب الله المخير بين الفعل والترك. والمحظور هو الحرام، تعلق بالتحريم، اللي هو خطاب الله الطالب للترك طلبا جازما.
طب والمكروه تعلق بالكراهة، وهي خطاب الله الطالب للترك طلبا غير جازم. والصحيح الصحيح تعلق بالصحة، والباطل تعلق بالبطلان، والباطل والصح والصحيح من متعلقات الأحكام. متعلقات الأحكام اللي هي الخطاب. طيب بعد كده قال إيه؟ فالفقه، يعني إذا أردت أن تعرف الفقه فأقول لك العلم بهذه السبعة، مش بتعريف الواجب ولا المندوب ولا الإباح، لا، بأجزائها. كوجوب الصلاة، الوجوب المتعلق بالصلاة، الندب المتعلق بالوتر، مش أصل الواجب اللي هو تعريفه، لا، الفقه اللي هو جزئياته. جزئياته اللي هو إيه؟ زي وجوب الصلاة، زي وجوب غض البصر، زي وجوب وهكذا. وجوب الصلاة ده كمان يعني نقدر نقول إن هو يعني إيه؟ يعني توسعا. فالعلم بهذه السبعة هو الفقه، أي معرفة جزئياتها. جزئياتها اللي هي إيه؟ عندنا الواجب غض البصر عن المحرمات. يبقى هو ده جزئي الايه؟ جزئي هذه الاحكام اللي هو غض البصر، وجوب غض البصر، وجوب كذا، وجوب كذا، حرمة كذا، اباحة كذا، وهكذا. يبقى معرفة جزئيات هذه السبعة، جزئياتها يعني افرادها المتعلقة بالأشياء، زي وجوب الصلاة مثلا يعني، أي الواجبات والمندوبات والمباحات والمحظورات والمكروهات والأفعال، ومعرفة الأفعال الصحيحة زي صحة البيع، وزي إذا يعني كان مشتملا على كل الأركان والشروط، وبطلان البيع إذا يعني خرج عن ذلك بأن اشتمل على شرط فاسد، أو بأن يعني فات منه ركن أو شرط إلى آخره. والأفعال الصحيحة والأفعال الباطلة كالعلم. بص انظر انظر بقى، هذا هو التطبيق. ثم بقى الجزئيات، جزئيات هذه السبعة، أنه كالعلم بأن هذا الفعل مثلا واجب، هذا الفعل المشخص أنه واجب، هذا الفعل المشخص أنه حرام، هذا الفعل المشخص أنه مندوب، هذا الفعل المشخص أنه كذا وكذا وكذا إلى آخره، وهذا مندوب، وهذا مباح، وهذا محظور، وهذا مكروه، اللي هو الفعل المشخص، جزئيات الأحكام اللي هي إيه؟ اللي هو الفعل المشخص، وهذا باطل. وليس المراد ليس المراد من العلم بهذه السبعة العلم بتعريفات هذه السبعة. الفقه مش ليس أنك تعلم تعريفات هذه الأحكام السبعة، تعرف أن الواجب هو ما يثاب فاعله ويأثم تاركه، ليس هذا، وإنما هو معرفة الأفعال التي اتصفت بالوجوب، معرفة الأفعال التي اتصفت به المندوب بالندب يعني. قال وليس المراد العلم، وليس المراد العلم بتعريفات هذه الأحكام المذكورة، فإن ذلك من علم أصول الفقه. نعم، لأن تعريفات هذه الأشياء إنما تذكر في أصول الفقه لأنها متعلقة بهذا الفن، وليست هي من العلم بالفقه. يعني تعريفات الواجب وتعريف المندوب لا علاقة له بالفقه، إنما له علاقة بأصول الفقه. وإطلاق الأحكام على هذه الأمور فيه تجاوز، ده اللي احنا أشرنا إليه،
ان هذه الاشياء اللي هو الواجب مش هو الحكم. ده الواجب ده متعلق بالحكم اللي هو فعل المكلف الذي تعلق بالخطاب، وليس ها هو الحكم. انما هذه السبعة اسمها ايه؟ متعلقات الحكم. هذه السبعة هي التي تعلقت بالخطاب. وإطلاق لفظ حكم الذي هو الخطاب على متعلق الخطاب أمر جائز في الفن، لأنه من قبيل المجاز توسع، يعني أطلق لفظ الحكم لا على الخطاب ولكن على ما تعلق بالخطاب. فهمنا؟ فيه تجوز، فيه تجوز يعني ايه؟ يعني فيه هذا الاطلاق اطلاق مجازي، وهو اللفظ الذي استعمل في غير ما وضع له. احكام ديت موضوعه للخطاب المتعلق به الذي تعلق بفعل المكلف. طيب والواجب والمندوبه، لا ده ديت مش هي الاحكام، ده ديت متعلقات الاحكام. هذه أفعال المكلف الذي ارتبطت بالخطاب، ولكن جائز أن يطلق على متعلق الخطاب أنه حكم. والأحكام الشرعية خمسة دون. الأحكام الشرعية، أخرج الأحكام غير الشرعية نرجع بها، لن يدعو بالأحكام العقلية ولا اللغوية ولا العقل أي شيء. نحن بنتكلم على الأحكام الشرعية. والأحكام الشرعية خمسة، يعني خمسة أصناف. الإيجاب، إيش هو الإيجاب يا مشايخ؟ شيخنا أبو النور الزهري يقول هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. لا، هو الخطاب الطالب للفعل طلبا جازما، ده الإيجاب. هو الخطاب الطالب للفعل طلبا جازما. طب والنب، الخطاب الطالب للفعل طلبا غير جازم. والإباحة، الخطاب المخير بين الفعل والترك. والكراهة، الخطاب الطالب للترك طلبا غير جازم. والتحريم، الخطاب الطالب للترك طلبا جازما. أسهل أبدا، ده انت لو حفظت الكلام ده هوديك بلدكم وانت يعني علامة. طب هنا بقى في اشكال، يا مولانا الاحكام سبعة ولا الاحكام خمسة ولا الاحكام اكثر ولا ايه القصة؟ وجعلوه الاحكام سبعة اصطلاح لهم، دي لوحدها منهج علمي. مش يجي بقى زي العيال الوهابية دول وزي العيال اللي هم مبتدئين ومتسرعين ومتهورين في طلب العلم يقول لك إمام الحرمين أخطأ. ليه قال؟ أصله جعل الأحكام سبعة، والأحكام مش سبعة. أمال يعني يا مولانا يعني؟ أنا أصل الأحكام أكثر من ذلك. والذي عليه الجمهور أن الأحكام خمسة، لا ده هم خمسة. لأن الصحة والباطن ده مش من الأحكام. مش من الأحكام التكليفية، من الأحكام الوضعية. طيب وبعضهم زود واو إلى آخره، قال لا أصله هو ده اصطلاح خاص بيه، حاجة أصله هو مدرسة، اصطلاح خاص بيه لأنه مدرسة، ده حاجة خاصة بيه هو. هو جواه اصطلح على إن الأحكام سبعة وليست خمسة. يبقى هذا مرجعه إليه هو. طب ما تخطئوش؟ لا ما تخطئوش، لأنك وجدت لفعله محملا سليما صحيحا، وجب عليك أن تحمل الكلام عليه. أما تتسرع في التخطئة تبقى أنت جاهل، واخد بال حضرتك، ومتعدي وقليل الأدب مع العلماء الكبار. أمال نعمل إيه؟
ينبغي علينا أن نبحث في كلامهم بحثا دقيقا، وأن نحمل كلامهم على أحسن المحامل. أما العيال الوهابية النبتة دول العيال قلالات الأدب، سلبت عقوله، وكان الخذلان وعدم التوفيق صديقا له، لأن من الخذلان أن تتسرع وأن تتهور على المدارس العلمية الكبرى. إمام الحرمين ده مدرسة لوحده. قال: والذي عليه الجمهور أن الأحكام خمسة لا سبعة كما ذكرنا، بس ده كلام الجمهور. خلاف الجمهور قال لا، إنها سبعة، لأن الصحيح بقى إنه الأحكام يا إما واجب يا إما مندوب يا إما حرام يا إما مكروه يا إما مباح. طب الصحيح يا مولانا، هل ما الصحيح داخل في حاجة من الخمسة دول؟ لأن الصحيح ده قد يكون واجبا، زي ابن حضرتك أشرفت على الهلاك ومعك مال تشتري به طعام، كان شراء الطعام واجب ولا مش واجب؟ كان شراء الطعام واجب، يبقى الشراء هو اللي هو ايه؟ نوع من انواع المعاملات التي يعني اذا استوفت شروطها واركانها كانت صحيحة. يبقى دخل معاك البيع في الصورة ديت في الواجب، يبقى الصحيح دخل معايا في الواجب اهو. طب البيع وقت النداء ده داخل معايا في الحرمة، مع انه صحيح ايضا اذا استوفى اركانه وشروطه، لان الصحيح اما ان يكون واجبا واما ان يكون غير واجب. لكن امام الحرمين نظر الى جهة اخرى، بلك نظر الى انه عايز يفصص الاحكام، عايز يزودها ويفصصها، يفصصها يعني يفصلها، يعني بنقولها يفصصها بالعبارة المصرية. والباطل داخل في المحظوظ، لأن البيع متى فات منه شرط أو ركن كان بيعا محرما، ومتى استوفى أركانه وشروطه وكان الشرع طالبا له دخل فيه الواجب، زي شراء للسبحة. ده شراء للسبحة ده مندوب عشان أذكر ربنا عليه، ويبقى حينئذ إذا كان مستوفي أركانه وشروطه داخل في المندوب، صح كده؟ طيب صح. وجعل بعضهم الأحكام تسعة، قال لا 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 أنا ليا اصطلاح جديد ولا مشاحة فيها مشايخ في الاصطلاح، يعني لا ننازع احدا فيما اصطلح اليه، ده اصطلاحه هو، انت لا علاقه لك باصطلاح. عايز تعمل اصطلاح جديد لما تكون مدرسه وهيئه علميه كبرى ولك مريدين ولك اتباع وامام من الائمه، انشئ ما شئت من المصطلحات براحتك. الرخصه، وجعل بعضهم الاحكام تسعه وزاد الرخصه والعزيمه، وقالوا لا برضه أيضا الرخصة والعزيمة إما أن تدخل في الواجب وإما أن تدخل في المندوب وإما أن تدخل في كذا وكذا إلى آخره. طبعا الرخصة والعزيمة ده باب كبير وباب لوحده. طيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر لنا عيوبنا وأن يحمي وأن يحفظ إخواننا المستضعفين وأن ينصرهم على أعداء الدين وأن يوفقهم في صد الهجوم عليهم وفي صد هذا العدوان. ندعو الله سبحانه وتعالى بقلوب ضارعة وألسنة مبتهلة متذللة له سبحانه وتعالى في أن يقوي شوكة إخواننا المستضعفين في بورما، وأن يقويهم على عدوهم وعدو الإسلام والمسلمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا،
اللهم احقن دماءهم واحفظ أعراضهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم عليك بمن آذاهم، اللهم عليك بمن هجرهم من ديارهم وتعرض لأموالهم ونسائهم وأطفالهم وشيوخهم، اللهم عليك بعدوهم دمره تدميرا وأهلكه يا رب العالمين، ولا تذر فيهم أحدا يا أحكم الحاكمين. اللهم أنزل عليهم غضبك، وأنزل على إخواننا نصرتك، وقو المستضعفين منهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تخرجهم من أزمتهم ومن ورطتهم، وأن تنزل عليهم الرحمة والسكينة، وأن تلحق بعدوهم الهزيمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.